النموذج الاول في الكتاب المعاصر اللي هو بتاع الامتحانات النهائيه. بيقول لي ايه؟ كمل فيه بقى. بص رقم 4 و5 جايين لي مثلثات. الناس اللي عندها مشكله مع المثلثات ان شاء الله هتتحل دلوقتي. تمام؟ زي ما بقول لكم كده، هو الامتحان بيراجع على كل المسائل. هو بيقول لي في رقم 4 ايه؟ أ ب ج مثلث. 4 جاي أ يساوي 3 جاي، بس جاي لي فكر جديد فيها بقى. بيقول لي ايه؟ 4 جاي أ يساوي 3 جاي ب يساوي 6 جاي ج. طب بصوا يا جماعة كده، 4 و3 و6 دول مش هينفع يكونوا موجودين كده. 4 و3 و6 دول أنا مش هينفع أخليهم موجودين. طب ولا هنعمل ايه؟ نقدر نشيلهم؟ قال لك اه، لان معروف ان القانون الكيب بيقول يا جماعه، يقول ا شرطه على جاء ب شرطه على جاء ب ج شرطه على جاء ج. انا مش عايز ارقام قبل الجاء ا وجاء ب وجاء ج. طب هو انا من حقي اقلب قانون الجيب ده؟ يعني من حقي لو انا قلت مثلا جاء ا على ا شرطه يساوي جاء ب على ب شرطه يساوي جاء ج على ج شرطه، يبقى صح؟ قال لك اه يبقى صح. هي انت قلبت كل الناس. طب ما الحركه دي حلوه جدا. بس نخلص، بس مش عايزين حاجه جنبه. طب نعرف نخلص من الاعداد اللي جنبه دي ازاي؟ دي حته في سنه سته ابتدائي يا جماعه، بالظبط في سنه سته، يعني لو اخ واخت في سنه سته يلاقي المساله دي بالظبط. طيب عايز تخلص من الارقام اللي جنبهم دول في ثالثه اعدادي بقى. قال لك بسيطه، دور لي على رقم يقبل القسمه على الثلاثه دول. طب نشوف كده، اكبر واحد الستة تنفع على 3 بس ما تنفعش على 4. بص يا جماعه، لما تلاقي الستة مش نافعه على 3 و4 كبر الستة شويه، اعملها اضربها في 2 تديك 12. امسك ال 12 جربها عليهم هم الثلاثه، لو نفعت ماشي، ما نفعتش امسك الستة اضربها في 3 هتديك 18. نفعت عليهم كلهم هم الثلاثه خد ال 18. طب انا ال 12 هتنفع بصراحه، يعني ال 12 هتنفع على الستة وعلى الثلاثه وعلى الاربعه. بص بقى يا شباب هتعمل ايه؟ هتقوم انت قاسم لي دي على 12 وقاسم لي دي على 12 وقاسم لي دي على 12. بصوا ايه اللي هيطلع؟ 4 على 12 هتدي لك 12. اصلا 4 على 12 دي 12، لان ده على 4 في الواحد وده على 4 في الثلاثه. طب الواحد ملوش لازمه. طيب 3 على 12 هتدي لك ربع، يعني دي هتبقى كانها جايه على 4. 6 على 12 هتديني نص، يبقى دي كانها جايه جيم على 2. حلو قوي. طب لما نقارن بالقانون كده يا جماعه، نفهم من كده ايه؟ بصوا كده قارن ده بده كده، نفهم من كده ان الباشا ده هو الف شرطه وده هو ب شرطه وده هو ج شرطه. يبقى الف شرطه كان بثلاثه، او قارن كده بس تحت ده هو الف شرطه وده هو ب شرطه وده هو ج شرطه. طيب يبقى انت كده معنى كده انك مديني مساله فيها ثلاث اضلاع. يعني لو عملت الجدول بتاعنا اللي احنا كنا بنعمله زمان اهو، تلخص المسألة. أنا قلت الجدول ده بيلخص لك المسألة. في عندك زاوية أ وزاوية ب وزاوية ج. أنا مدي لك كده الثلاث أضلاع، ده بثلاثة وده بأربعة وده باتنين. ما ادتكش ولا زاوية، أنا قلت لكم يا جماعة لو ما ادانيش ولا زاوية أو اداني زاوية واحدة يبقى المسألة دي جيب تمام على طول. المسألة دي جيب تمام، طالما ما ادانيش ولا زاوية أو اداني زاوية واحدة يبقى المسألة دي جيب تمام. تمام. طب حلو قوي، المساله دي جبت تمام. جبت تمام في مشكله ان له قانونين، واحد بالنسبه للاضلاع، يعني لو انت عايز تجيب مثلا ا شرطه عشان براجع بس، ب شرطه تربيع ده ج شرطه تربيع ناقص 2 ب شرطه ج شرطه جت ا. مفيش رمزين جنب بعض شكل بعض يا جماعه، ا ب ج ب ج ا. طيب ولو انت عايز تجيب زوايا، عايز تجيب مثلا زاويه ا يبقى جت ا تساوي شرطه كسر ب شرطه تربيع ج شرطه تربيع ناقص ا شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه. وطبعا القانون ده بيبقى فيه تربيع، فبعد ما بجيبه باخد الجذر، بعد ما اعوض اجيب الاجابه اخد لها الجذر التربيع. القانون ده عشان الجتا بعد ما بجيبه بعمل شيفت كوزاين، شيفت كوزاين اللي هو شيفت للجتا. طب انت عايز مين بقى؟ احنا جبنا لك الثلاثه دول، انت عايز مين؟ قال لي اوجد زاويه ج. عايز زاوية ج، خلاص احنا يعني اتفقنا المسألة جيب تمام. مسألة كده قانون جيب التمام. طب زاوية ج نستخدم القانون بتاع الزوايا بقى. طالما انت جبت تمام استخدم لي قانون الزوايا. عايز زاوية ج، حاضر يبقى جتا ج. ها حد يعرف يمليني جتا ج تبقى ايه يا جماعة؟ يا شباب
مستر المفروض تبقى يا جيم ب تربيع، ألف تربيع، ألف شرطة تربية زائد ب شرطة تربية ب شرطة تربيع ناقص ناقص. جيم شرطة تربية على اتنين ده في ده الأولانيين دول، بس الأولانيين دول من غير شرطة ألف ب من غير تربية، بس كل ما علينا نعوض اجيب لها شيفت كوزين وخلصان. بص كده عوض ألف شرطة تربية، الألف بكام؟ بثلاثة تربية، ب شرطة تربية أربعة تربية، ناقص جيم شرطة تربية اتنين تربية على اتنين في ثلاثة في أربعة. طلع لي كل الإجابة دي على الآلة يا جماعة. لو الإجابة ما طلعتش صفر علامة حاجة، ممكن تطلع مثلا صفر علامة ثلاثة واحد أربعة مثلا كده. لو الإجابة يا جماعة ما طلعتش صفر هنا يبقى أنت غلطان، ممكن تطلع سالبة أو موجبة، بس لو كان لازم تطلع صفر علامة. لو طلعت واحد علامة اتنين علامة يبقى أنت غلطان، وهتيجي تكتب للآلة شيفت كوزاين هتقول لك إيه. تمام؟ طيب اعملها، حد يعملها لي كده على الآلة. وطبعا مش هي دي الإجابة، الإجابة اللي بتطلع هو في زاوية صفر علامة مثلا 3 1 4، لا بعد ما طلعت صفر يا مستر، بعد ما طلع الإجابة هقوم عامل لها إيه بقى؟ شيفت كوزاين. شفت كوزاين. شيفت كوزاين ما ننساش يا جماعة. قام طالعة كام في الإجابة؟ 28.95، كام بقى؟ 28 بوينت كام؟ 95 95. طب ثانية واحدة كده، هو عاوزها يا جماعة حطيت لي العلامة بتاعت التسعة. ابروكسيميتلي تبقى الله عليك. 29. التسعة دي يا جماعة عدد قوي أو عدد غني زي ما قلنا، بيدي للثمانية واحد. الأعداد الغنية اللي هي 5 6 7 8 9 بتزود واحد لده، يبقى ده هيخليه لي 29. بس يبقى إذا قياس زاوية ال يساوي 29 درجة. في 29 درجة في الاختيارات؟ ب تمام الحمد لله رب العالمين. يبقى ب 29 درجة. شفنا يا جماعة المسألة كمان انتوا كنتوا مرعوبين من مش عارف من جيب التمام، المسألة انتوا جات لكم فيها جيب وجيب تمام الاثنين اهي. شفت بقى بقول لكم المسألة في الامتحانات، يعني انا في رأيي المسألة في الامتحانات تساوي 10 مسائل من التمارين. ليه؟ بص المسألة شاملة الجيب وجيب التمام وحتة من سنة ستة. مش فاهمين يا جماعة؟ يعني مسألة بتقلب لك دماغك، فبتخليك تراجع على كل حاجة. عشان كده امتحانات، انا بقول الامتحانات في اي مادة يا جماعة مهمة جدا، مهمة جدا انك تخلص المنهج من الامتحانات، انما تفضل عايش مع المنهج لا، تفضل عايش مع المنهج مش هتلم المنهج فيه. لازم تحتك بامتحانات وتشوف وتقف معاك اسئله امتحانات بتقلب لك المنهج. بص المساله اللي بعدها بقى جاي بياكد لك على المعلومه بتاع جيب التمام. ايه اللي عرفك انها جيب تمام يا مستر؟ هنشوفه. بص يا جماعه انا قلت لكم زي ما اتفقنا ارسم جدولك وشوف الدنيا فيها ايه. هو الجدول ده هل انا مطالب بيه؟ لا مش مطالب بيه، بس انا لما ارسمه بيهندل لي المساله، بيعرف لي الدنيا فيها ايه. طب يعني المساله رقم 5 انا برسمه انا ليه؟ انا الجدول ده كده بيوضح لي المساله اهو. الثلاث اضلاع مش هغرم حاجه، الف شرطه ب شرطه ج شرطه، هينظم لي مساله. ففي ناس بقى تتخيل الجدول في دماغه، طب ليه بقى ما انا هعمل لكم مش هاخد منه حاجه؟ مش لازم اعمل جدول بالمسطره، يعني هو جدول كده على جنب كده كروك كده خلاص. بص يا جماعه تعالى بقى دلوقتي نشوف المعلومات اللي انت مداني كده. فزاوية ج 96 درجه 23 دقيقه. طب في زاويه الف او ب؟ لا مفيش، يبقى المساله دي جبت تمام من قبل ما ابص على بيت المساله. وطالما انت ما جبتش سيره الف او ب، يعني جبت زاويه واحده او ما فيش زوايا، المساله دي جبت تمام وش كده على طول. تمام؟ طيب اما قايل لي الف شرطه ب7 ليه شرطه ب9؟ اوكي طب جيب التمام في قانون للاضلاع وقانون للزوايا، يا ترى هنطبق مين؟ قال لك طالما عندك ضلع ناقص لازم تجيبه الاول. هو جيب التمام شرطه كده، لو الاضلاع كلها موجوده اتس اوكي خش على الزوايا، لكن في ضلع ناقص لازم تجيبه الاول لازم. طب نجيب يعني انا في جيم شرطه ناقص، خلاص هاته الاول. حد يعرف يمليني جيم شرطه هجيبه ازاي؟ انا شغال جيب تمام بقى يا جماعه. حد يعرف مليني؟ مليني حتى لو غلط مش مشكلة انا اصلح لك. مستر، طب احنا ليه مش هنشتغل القانون التاني اللي حضرتك كتبته في الأول؟ الجيب بس بندور على التاني مش الاسئله. جيب التمام. طب هتيجي تطبقي قانون الجيب، هوريك ليه مش هنعرف نطبق قانون الجيب.
قانون جي بيقول ألف طيب شرط على جاء ألف، ب شرط على جاء ب، ج شرط على جاء. تعالي طبقي كده، ألف شرطة بسبعة، أولا ألف مش موجود، ب شرطة بتسعة، ب مش موجود، ج شرطة مش موجود، وزاوية ج هي اللي موجودة. ها هتعملي مقص مع مين؟ طيب تمام. هنعمل مقص مع مين يا جماعة؟ مش لازم يكون في نسبة موجودة فوق وتحت عشان نعمل معاها مقص. لذلك خدوا كلامي، يعني ايه احفظوه، لما الاقي زاوية واحدة او ما الاقيش زوايا، الاسهل لها، الاسهل لها هو مين؟ هو قانون جيب التمام. طب لو لقيت زاويتين او ثلاث زوايا، الاسهل لها هو قانون الجيب، وراح دماغك عشان ما تتعبش دماغك. تمام؟ طيب يبقى جيم شرطة تربيع، قانونه بيقول ايه؟ ها الف شرطة تربيع، ب شرطة تربيع، نقطة هنا الفضيل، ناقص اثنين الف شرطة، ب شرطة جت تاني. مش هنلاقي رمزين جنب بعض شكل بعض يا جماعة، ج الف ب الف ب ج، حلو. عوض، بس ما انساش القانون ده بعد ما عوض هقول له جذر تربيعي، لان ده جيب شرطة تربيع. الف شرطة عندي اه موجود الحمد لله، سبعة تربيع زائد تسعة تربيع، ناقص اثنين في سبعة في تسعة، الجماعة دول كلهم ضرب طبعا، كل ده ضرب. اثنين في سبعة في تسعة في جتا ايه؟ دي ما هي عندي ايه زي الفل، 96 درجة 23 دقيقة. طب اكتبها على الآلة دي ازاي؟ بنكتبها كوزين 96 كوما، في زرار اللي هو الكوما ده كده، و23 كوما، يعني اكتب 96 كوما 23 كوما زي الفل. طيب تمام. طلع الإجابة كده شوف هتطلع كام. ماشي. مستر هو كده انا هعملها كوزاين ولا لا شفت كوزاين ايه؟ دي الكوزاين؟ جيب شرطة تربيع، الإجابة اللي هتطلع دي إجابة جيب شرطة تربيع. ايوه ماشي، بس برضك كده وانا بنقل اه لا لا بحسبها اه الاول. كوزاين، اه الجد هي كوزاين، عشان عندها ثلاث زراير يا طيب جماعة، ساين كوزاين تان، ده اسمه جا، ده اسمه جاتا، ده اسمه زا. طيب تمام. اسهل حاجه في العالم هي المثلثات، 144 كم؟ 144. خدي لك جذر بقى، لان دي اجابه جيم شرطه تربيع يا جماعه، ما تنساش، وحتى انت لوجيك يعني يخليك برضو منطقي، ينفع تضلها ده يبقى 7 وده 9 12 وده 140 وده 144؟ في ناس يستعجلوا لا وكاتب ايه 144، طب هو في ينفع مثلث فيه ضلع 7 وضلع 9 والتالت 144؟ اكيد انا غلطان، انا محتاج اخد الجذر. هيطلع كام 12 يا شباب؟ هيطلع 12. شكرا، تمام كده. طيب احنا كده كملنا ازاي؟ عايز انت ايه بقى بعد ده كله؟ هو عايز مني يا جماعه فعلا عايز الجيم. عايز الجيم شرطه، وفي كتاب العلمي انا فاكر عشان محلتها مع بتوع اللغات، كان طالب مساحه المثلث، مساحه المثلث ولا اي حاجه، وكان جايب السؤال ده سؤال ايه مقالي او اسم، مساحه المثلث يا جماعه نص، واختار لك اي ضلعين في جيب الزاويه. يعني ممكن اقول الف شرطه ب شرطه جا ج، اه طب ممكن اقول ب شرطه ج شرطه جا الف، اه كله صح. ممكن اقول نص، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الف شرطه ج شرطه جا ب، اه مين يا جماعه اللي متحكم في الموضوع؟ انا ما عنديش الا زاويه واحده اهي بس ج، يبقى هاخد ما الأولاني. انا اضطر اختار ده، مش بمزاجي بقى يعني، انا كده لو الثلاث زوايا موجودين كان بمزاجي، لكن انا كده مضطر اختار ده غصب عني، مفيش الا جيم. والا بقى اتعب نفسك وطبق قانون جتا جيم بقى، وهات لي زاويه جتا بي اصلي، وهات لي زاويه بي. طب ليه؟ ما هو ما انا عندي زاويه زي الفل اهي، خلاص يبقى نص، ما نطبق ده، بلاش ده وبلاش ده. يبقى انت، في ناس على فكره لما يجي يكتب القانون يقول لك ايه؟ انا هكتب الزاويه الاول، يعني جايه كام؟ مين اللي عندي جيم؟ اه يظبط على اساس دي جيم، يبقى الف شرطه ب شرطه، اختار الرمزين المخالفين على طول، وادي النص. بس تمام زي الفل. طب نص في ألف شرطة اللي هو بكام؟ سبعة، ب شرطة اللي هو بتسعة، ج ج يعني ج 96 درجة 23 دقيقة، وشكرا. نطلع كل دي على الآلة ونجيبها. طيب ساعات كان يقول لي هات لي نصف القطر، ساعات مش في المسألة دي بس، أنا عشان بنراجع نصف القطر، يقول لك إيه يا جماعة؟ من حقك تقول ألف شرطة على 2 ج ألف، من حقك تقول ب شرطة على 2 ج ب، من حقك تقول ج شرطة على 2 ج ج.
برضو الزاوية هي اللي متحكمة، أنا ما عنديش غير زاوية إيه، يبقى هنستخدم ده. جيم شرطة بكام؟ 12 على 2 جيجا جيم، يعني 2 جيجا في 96 درجة 23 دقيقة، واحسبه. والله طلع لي مثلا الإجابة 7 سم مثلا. جبنا نصف القطر، والله قال لي هات المحيط بتاع سنة خمسة بقى 2 باي نطق، تضرب 2 والباي بقى، فتقريبا الكلام من ده بقى 2 في 22 على 7، ونق اللي هي ب 7 وطلعه. هات لي المساحة باي نق تربيع، مساحة الدايرة. يعني إيه؟ ده لو طلب نصف القطر. هو بصراحة ما طلبش غير جيم شرطة، بس أنا من خلالها رجعت على كل الإيه؟ على كل أركان الدرس. تمام كده؟ طيب. طيب تمام. شفتوا بقى يا جماعة ممكن الامتحانات؟ معلش أنا قلت لكم في الامتحانات أي حد عنده ظروف في حاجة إن شاء الله هتتلم. أو المسألة رجعت لنا على درس كامل، وممكن تلاقي المسألة بتراجع لنا على درسين ثلاثة في نفس ذات اللحظة. فيها مشكلة المسألة دي ولا تمام؟ طيب. الحمد لله هذا مفضل. طيب شوف المسألة اللي بعديها يا شباب. بيقول لي إيه؟ جايب لي ده ال 66 تكعيب. ويقول لي دي مسألة سهلة قوي، يعني بيقول لي انهي رسمة بتقول مين يا جماعة اللي تمثل ده ال 66 تكعيب هنا؟ ده سؤال سهل قوي قوي يعني. ها فاكرين رسمة ال 60 تكعيب؟ احنا قلنا ال 60 تكعيب لو جاء موجب، ها رسمتها عاملة ازاي؟ اهي كده وكده، اللي هي رقم ب. طب لو جاية سالبة، بس ده فيه، لا ده دي يعني س تكعيب التانية دي ايه، بصوا لازقة شوية في محور السين، لا هي هتبقى اخر واحدة بقى، اخر واحدة. بص يا جماعة كانت المفروض تكون كده، دي نقطة بس، لكن التانية دي مميلها شوية على المحور يعني. طب لو هي سالب س تكعيب، بتلاقي الرسمة كده ما فيهاش فن يعني. ولو انت عايز تاكد اجابتك ايه اكتر، عوض بالارقام يعني، يعني عوض بالارقام هتلاقي فعلا اخر واحده هي اللي ظابطه معاك الموضوع يعني. يعني حط مثلا بدل السين واحد، هتلاقي الواحد طالع قصاد واحد. حط بدل السين اثنين، هتلاقي الاثنين طالعه ايه؟ اثنين تكعيب ب 8، هتلاقي الاثنين طالعه قصاد 8 كده يعني. تمام؟ فهتعرف انت من خلالها ان هي اخر واحده، يبقى الاختيار رقم ب، اختيار رقم. بص بقى يا جماعه، انتوا وظيفتكم في البيت، يا مستر، نعم مستر، هو السؤال ده مختلف عندنا احنا العلم. طب عندكم انتوا ايه؟ قولي دالة الواحد بتساوي 3، والراء دال ايه؟ بتساوي معلش قولي تاني، دال تاني. دال افتح قوس واحط دال الواو واحد، واحد، ها واحد بس، وافتح بيساوي 3، ماشي. والراء راء ثانية واحدة وافتح بس قوس اكتبه برضو بالأحمر 3. عشان يبقى باين ان هو سؤال. تمام. مش مشكلة نحل. ده في العلمي ده صح؟ دالة واحد بتساوي ثلاثة صح؟ ها وراء. ايوه، والراء افتح قوس 3 جواه ويساوي 5. اوكي. ايه المطلوب؟ الراء الى الدال المفروض ده واخد تحصيل ر صح؟ القوس، اكيد قايل لك كده، ده تحصيل ر ايوه، صح؟ بيساوي الواحد الواحد. بره جنبهم قوس بص يا واحد. جماعة، دي العلامة دي اسمها علامة تحصيل. ايه علامة التحصيل دي؟ بص من الاخر يا جماعة، لما اقول لك دال، ركزوا معايا في المنظر اللي انا عامله، الحركة اللي عاملها دلوقتي، عشان هي دي اللي هتحل ان شاء الله اي مسألة. شايفين المنظر ده كده؟ انا عايزك اول ما تلمح المنظر ده، شايف القوس ده اهو، خد حطه مكان الدايرة دي. يعني اكتب لي كده ودال، شيل القوس ده خالص وحط لي مكان الدايرة دي كده، واكتب لي رأسي فين؟ يبقى القوس ده اهو هتمسحه وتقوم حاطه مكان دي. امسح لي ده. القوس ده دخلوا لي مكان دي. تمام كده يا جماعه؟ هتفرق معانا كتير؟ هتفرق معانا في الشغل، هتشوف دلوقتي. يبقى انت بتقول لي دال تحصيل ر. يا مستر معلش، هو حضرتك كاتب الدال الأول، هو في المسألة الراء الأول. هو الرأي الأول مش مشكلة، ماشي اهي الرأي الأول. أي تمام، ماشي. هي هتفرق طبعًا في الإجابة. شيل القوس ده لغيه، اكتب لي الرأي. شيل السيركل دي وحط لي بدالها القوس.
واكتب لي جوه ايه، وشيل القوس الثاني ده بقى. يعني من الاخر بص يا جماعه، كانك بتشيل القوسين دول، بص كده شيل القوسين دول واقلب لي ده كده، تعرفوا بس هو ده اللي انا عاوزه منك. بص تاني شيل القوسين دول واقلب لي ده ايه، اقلب لي ده كده وحط لي ده الواحد جوه، وبص بقى ايه اللي هيحصل يا جماعه. طيب يا واحد ادي الراء، هي ده الواحد بكام يا جماعه؟ مش ده الواحد بثلاثه؟ يعني انا ممكن اشيل ده الواحد دي واكتب بدالها ثلاثه ولا لا؟ في كده غلط لحد كده؟ مش ده الواحد يساوي ثلاثه؟ صح ولا لا؟ يعني انا ممكن اشيل دي واكتب بدالها ثلاثه ولا لا؟ حد مش فاهم يا جماعه؟ لا يا مستر فهمي، بس طب ما هي راء ثلاثه بكام؟ ما مداني بخمسه ايه؟ راء ثلاثه تساوي، الاجابه تساوي خمسه. طيب نفرض انه كان عكسها لي، قال لي هات لي، هات لي د تحصيل ر بالنسبه لواحد، مفيش مشكله انا هلغي القوس ده والقوس ده، اعمل اخر د تحصيل، التحصيل ده هقلبه قوس من الاخر، وادي ر بتاعت الواحد. طب ثانيه واحده، بس ما عندناش ر واحد للاسف، ماشي لا خليها على ثلاثه بقى، خليها على ثلاثه، بس انا ما عندناش ر للواحد. طيب طب مش كده يا جماعه، انا عندي ريه للثلاثه، طب ريه للثلاثه بكام؟ ايه؟ بخمسه. يعني كانه بيقول لي ايه؟ دالة خمسه. بس ساعتها بقى يكون هو مديني في المساله ايه؟ من ضمن المعلومات هيكون قايل لي مثلا، مثلا دالة خمسه بتساوي سبعه مثلا. هيكون قايل لي هو معلومه في المساله كده، دالة خمسه او بتساوي سبعه. فهمنا يا جماعه؟ يبقى انا الاجابه النهائيه بتاعت المساله بتاعتي هتبقى مين؟ الاجابه هتبقى خمسه. الاجابه خمسه. تمام؟ بص بقى يا شباب، مطلوب منكم في البيت هتكملوا بقيه الامتحان ده في الحل في الواجب. طيب ناس هيقول لك انا مش فاكر ولا مساله، مفيش مشكله. ناس هيقول لك انا ما عرفتش احل غير مسالتين، مفيش اي مشكله. ما تفتكرش يا جماعه ان ده فشل منك ابدا ابدا، بتبقى ناس كبيره مدرس. يعني انا عن نفسي لو قعدت فتره ما مارسش المنهج انساه، اتكلم عن نفسي تمام، فعادي جدا الانسان ممكن ينسى، ممكن تلاقي عالم من العلماء وينسى عادي جدا. فاكيد احنا طبعا خلصنا المنهج، والمنهج كبير يعني، المنهج اقصد يعني دسم، جبر وتفاضل ومثلثات ثلاث فروع، فاكيد في حاجات سقطت مننا واتنست، فما تزعلش لو حاجات وقفت معاك وانت بتحل، عادي جدا. انا كده كده هكمل حل فيه المرات اللي جايه ان شاء الله. فانت بس انا عايزك تحتك بالمسائل، تحتك بالمسائل ازاي؟ تحاول تحلها. والله ما عرفتش احلها، عشان لما المصري يجي يحلها انا افهمها معاه اكتر. لان انت لما بتشوف المساله يا جماعه تحاول تحلها، وحلتها صح وجه المصري حلها تاني ولقيت حلك زي حله، فانت بتثبت في دماغك. طب انا حلتها وطلعت غلط، او حاولت فيها وما عرفتش وجه المصري حلها، هتثبت برضه في دماغك. يعني في كلتا الحالات انا مستفيد. تمام؟ فانتوا هتحاولوا في بقيه الامتحان دون تحلوه. زي ما بقول لكم انا ما يهمنيش لو ما عرفتوش فيه ولا مساله، لان اكيد ده منهج بيتكون من ثلاث فروع اكيد احنا نسينا. تمام؟ بس انا متاكد ان شاء الله ان في مسائل كتير هتعرف تحلوها، لان انتوا مجموعه شاطره يعني. فانا بتكلم ان ايه، سواء انتوا عرفتوا تحلوها او ما عرفتوش تحلوها، كده كده انا ان شاء الله هحله تاني. يعني هكمل تاني من بعد المساله دي ان شاء الله المره الجايه. هنكمل وهحل بحيث ان ايه، اللي واقف معاه حاجه هيعرفها، اللي ناسي حاجه يفتكرها زي ما انتم شفتوا قلم الكلام كده كده. انا بحله تاني ليه؟ حتى لو انتوا حليتوه كله بحله انا تاني ليه؟ لسبب زي ما انتم شفتوا، هو جايب لي دي، قمت انا قايل لكم طب لو جاب لي دي، هو جايب لي دي، قلت لكم طب لو جايب لي دي. انا براجع، انا مش رايح احل امتحان، انا هحل امتحان نص ساعه اكون خلصت. لا، انا من خلال الامتحان ده واخده هدف ان انا اراجع على المنهج كله. يعني خلاله طب ما جاي لي كده، طب ممكن الامتحان الجاي تيجي لي كده، طب دي جاي لي كده، ممكن الامتحان اللي بعده تيجي لي كده. فانا لو انتوا لاحظتوا انا مش براجع على المساله نفسها، لا انا بكل مشتملاتها، يعني كل ما يشتمل الدرس عليه، يعني بتاعت القانون الجتا اللي كانت جايه لنا، هو بيقول لي هات لي الجيم شرطه، جبت له انا المساحه وجبت له نصف القطر والمحيط عشان برجعنا على الدرس كله، مش تاخد اللي هو طالبه بس في الامتحان. لا احنا بنراجع، يعني عايزين نعرف كل ما الامتحان ده سالني في جيم شرط، الامتحان الجاي يجي يقول لي وجهه مساحه الدايره،
اللي بعده يجي يقول لي مساحه المثلث. نقعد بقى كل شويه ان توقفنا، لا ما توقفناش. تمام يا شباب، واشوفكم تمام ان يا شاء الله مستر، المره الجايه. سلام.